هقول لك بقى يا برنس دلوقتي على تفاصيل اجتماع كابتن الخطيب ولجنة التخطيط مع جدي كراريرو، وهقول لك بقى على كل اللي حصل بينهم، وعلى اول الناس اللي ماشية من النادي الاهلي، وعلى اول صفقات النادي الاهلي، وعلى اول الناس اللي هتجدد في النادي الاهلي، وعلى اول صفقة اللي هيتم الاعلان عنها للنادي الاهلي. ركز معايا عشان الحلقة دي مهمة جدا جدا، هتعرف فيها ملخص ميركاتو النادي الأهلي في يناير. الحلقة دي الملخص كله، الزتونة كلها. ولكن بعد إذن اخواتي ما تنساش اللايك بتاعك، مهم جدا يا برنس. عايزين نوصل الفيديو ده ل 200 لايك، وربنا ما هتخسر حاجة، قسما بالله ما هتخسر حاجة. هتنزل تعمل اللايك كده، ولو أنت أول مرة تشوفنا يا ريت تنزل كمان تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس. عايزين نوصل ل 40,000، فورا بقى صلى على سيدنا محمد ويلا بينا يا برنس. الاجتماع النهارده حصل بعد الظهر. كابتن كولر دخل على كابتن محمود الخطيب قال له سلام عليكم يا بيبو، فاهم انت؟ فدخلوا كده قال له احنا عايزين نشوف الليله. كابتن الخطيب بقى ايه اللي ناقصك يا عم كولر؟ قال له انا هجيب لك بقى الورقه، انا هجيب لك كل احتياجاتي وكل وكل طلباتي عشان اقول لك يا كابتن بيبو عشان انا خلاص جبت اخري. بص بقى يا فرنس، قعدوا الاثنين مع بعض واتكلموا كل الكلام ده كله. فكولر قال لكابتن الخطيب انا عاوز مهاجم. قال له ايه مهاجم؟ قال له انا عاوز مهاجم، محتاج مهاجم. قال له يا باشا مش انت جبت لنا موديس؟ قال له انا عايز واحد كمان، واحد كمان. فقال له يا باشا احنا كده مقفلين التارجت بتاع اللعيبه الاجانب اللي عندنا. قال له لا انا عاوز مهاجم كمان. فكابتن بيبو قال له ماشي نشوف له مهاجم، شوفوا له على لجنه التخطيط. قال له لا احنا مش عمال ندور مش لاقيين. فكولر بتاع المهاجم اللي من اصول فلسطينيه طبعا اخواتنا دوت اسمه وسام ابو علي، ده اللي بيقترب، ده اللي بيقترب بنسبه كبيره جدا الى النادي الاهلي. فانت بتتكلم اول مطالب كولر في الاجتماع بتاع النهارده هو مهاجم، مفيش خلاف، مفيش خلاف وما فيهاش هزار، مهاجم ثم مهاجم ثم مهاجم، عشان متفقين يا برنس عشان احنا خلاص تعبنا من قصه المهاجم. موديس ابتدى ان هو يشتغل، موديس ابتدى يتالق. طب كابتن خطيب، طب يسال كولر، طب وموديس ايه اخباره كولر؟ قال له موديس مكمل معانا. قال له ايه يا باشا ده مش شغال، ده لسه بس جاب جونين امبارح وصنع جول. قال له لا موديس مكمل معانا. قال له طب ماشي مكمل معانا. قال له انا براهن على موديس ان هو هيتالق في الفتره اللي جايه. قال له طب ماشي، طب نصبر ونشوف موديس هيتالق ولا ايه. في البدايه كده الاهلي قال له ان هو عاوز مهاجم، وكابتن الخطيب وافق على قصه الضم المهاجم، وخلاص بيقترب في ضم وسام ابو علي. ده اول حاجه، ده قصه المهاجم خلاص، ده ايه مفيش كلام فيها. تاني موضوع معانا ان هو عاوز موديس يستمر مع الفريق، يبقى كده قصه الناحيه الهجوميه يعني ايه في استقرار، خلاص عرفنا مطالبنا، موديس مكمل وهنجيب مهاجم. ماشي، هيبقى كده عندك في خط الهجوم النادي الاهلي او المركز المهاجم هيكون عندك كهرباء، ويكون عندك موديس والمهاجم الجديد، هيبقى التلات مهاجمين. الموضوع ده يودينا على ايه؟ على الناس اللي هتمشي. مش في ناس هتيجي؟ يبقى في ناس هتمشي. اول الراحلين عن النادي الاهلي في يناير هو عبد القادر وصلاح محسن. عبد القادر وصلاح محسن، قصه اليو جانج لسه فيها كلام، ولكن عبد القادر وصلاح محسن. عبد القادر بيقترب جدا، وكلنا كنا حاسين من فتره كبيره ان عبد القادر مع كولر لما قعد فتره ما يشاركش، وعبد القادر مستواه، وعبد القادر بمشاكله، فكولر خلاص. وكلنا خلي بالك ان كولر معلم معانا من ساعه مين؟ لو تفتكر معايا من ساعة أيمن أشرف، من ساعة أيمن أشرف لما قال له أنا ما بعيبش اللعيب اللي ما بيتطورش، اللعيب بتاع مشاكل والقصص دي. فعبد القادر دخل في حتة أيمن أشرف، راح في الحتة دي. فأنت بتتكلم إن كولر قال له يا باشا أنا خلاص مش عاوز عبد القادر في الفرقة. قال له يا كابتن بيبو، قال له يا كولر ده الواد لعيب كويس. قال له يا باشا مش عاوزه، هنتكشف كتير يعني عبد القادر هنكشف خلاص، يعني خلاص يا برنس مش هتلاقي عبد القادر حنكشه تاني. عبد القادر حنكشه هو خارج النادي الاهلي في يناير. ماشي، عبد القادر لعيب كويس جدا، لما راح سموحه كان متالق ولعيب يعني اضافه كبيره جدا جدا، ولكن انا مش عارف عبد القادر دخل في دوامه كبيره جدا جدا، انا مش فاهمها لغايه دلوقتي. ماشي، القصه الثانيه هو صلاح محسن. صلاح محسن يعني صلاح محسن ده سبحان الله تلاقيه بره مكسر الدنيا ومتالق وماشي يا باشا تالق واهداف وليله، يجي النادي الاهلي ما تعرفش ايه اللي بيحصل. يعني هو جاب جون في الفرقه بتاعت افريقيا مش فاكر اسمها، فعمال كوش مش عارف يا صلاح انت جبت ايه يا صلاح؟ يخش لمين يا صلاح؟ فصلاح بيقترب ان هو يخش في صفقه تبادليه، وهقول لك تبع مين الصفقه التبادليه. ولكن صلاح محسن كل الناس يعني كانت حاطه عليه امل كبير جدا
ان في الناحيه الهجوميه بعد تالقه ان هو يفيد النادي الاهلي بسرعاته والحاجات ده كله مع كولر ان هو يقدر يطور صلاح محسن، ولكن كل ده ما وصلناش لحاجه. كل ده ما لقيناش صلاح محسن بيتطور، كل ده ما لقيناش صلاح محسن بيتقدم بحاجه، علامه استفهام ماشي. ولكن يا برنس، صلاح محسن هيخش في الصفقه التبادليه مع مين؟ مع فيوتشر لضم عمر كمال. فانت كده ان كولر، انا عشان ايه ما تهربش مني، الملخص بتاع الاجتماع ان كولر قال لك يا برنس عاوز مهاجم واستمرار موديس، ده اول حاجه. تاني حاجه عاوز عبد القادر وصلاح محسن يمشوا للاعاره، عبد القادر هيروح اعاره لفيوتشر، عبد القادر يروح اعاره لسموحه او اي فريق تاني، ولكن هو الاقرب لسموحه، وصلاح محسن اعاره الى فريق فيوتشر، هيخش في صفقه تبادليه عشان الاهلي يضم مين؟ عمر كمال، عشان كولر وافق على عمر كمال الى ضمه الى النادي الاهلي. فانت بتتكلم كده عمر كمال بيقترب بنسبه كبيره الى النادي الاهلي، ولما قال كابتن خطيب التصريح بتاعه الاسبوع اللي فات ان النادي الاهلي في الاسبوع الجاي هيتم الاعلان عن صفقه يوم الاحد او يوم الاثنين وهي عمر كمال. فعمر كمال كده بيقترب بنسبه كبيره الى النادي الاهلي بعد ما كولر ادى الاوكي على عمر كمال. عمر كمال اضافه كبيره، عمر كمال اضافه كبيره في النواحي الهجوميه، عنده الحته الهجوميه كبيره جدا جدا، وانت كنادي اهلي محتاج اللعيبه اللي من النوع ده، محتاج اللعيب الكواليتي ده، محتاج اللعيب اللي هو لعيب منتخبات بيلعب تحت ضغوط، هو ده. وعنده الشخصيه في الملعب، في الناحيه الهجوميه، في الناحيه الدفاعيه، بيلعب ناحيه اليمين ناحيه الشمال، بيلعب هاف رايت هاف ليفت، فبيقدر يلعب في كل المراكز دي عمر كمال، وهو ده اللعيب الجوكر. وكل الانديه دلوقتي في العالم راحه للعيب اللي بيقدر يلعب في كذا مركز في الملعب، اللي تقدر تستخدمه في كذا مركز في الملعب. عمر كمال من النوعيه ديت، واكرم توفيق من النوعيه ديت. فانت بتتكلم ان اللعيبه لما وخالد عبد الفتاح من النوعيه ديت، يبقى كده عندك كذا لعيب بيلعب في كذا مركز، ودي حاجه كويسه ودي اضافه في الفرقه، ودي بتزود المنافسه ما بين اللعيبه عشان يقدر كل لعيب يدي كل احسن او كل حاجه احسن ما عنده. ماشي، دي القصه. اخر حاجه معانا هو التجديد. كولر يا برنس وافق خلاص على التجديد لعمرو السوليه ولعلي معلول. وافق خلاص، قال لاداره النادي الاهلي خلاص انا موافق على قصه التجديد لعمرو السوليه وعلي معلول. والصراحه انت تيجي عند الاثنين دولت تقول لها يا باشا جدد وانا مغمض عيني. ده عمرو السوليه يا جماعه يعني تاريخه سابق، ده واحد مسجل في ثلاث نهايات عمرو السوليه مسجل فيهم، لعيب جامد جدا جدا، لعيب نص ملعب كويس جدا، وبرده عنده الشخصيه، عنده حته التسديد، عنده شخصيه اللي هو لعيب منتخبات. فانا بحب اللعيبه اللي تبقى موجوده في الملعب لعيبه منتخبات، لعيبه ان هي تقدر في الملعب شخصيه موجوده في الملعب، انا بحب النوعيه دي من اللعيبه. فعمرو السوليه انا موافق مع كولر ان هو يجدد مع النادي الاهلي. اما معلول في كلام يا جدع، هي دي فيها كلام انك تجدد لعلي معلول، ما فيهاش كلام. ده انا جدد له، ده احسن باك شمال يا جدع علي معلول. ده اي حاجه حلوه للاهلي بدات كانت بتبدا من عند علي معلول، من ناحيه معلول اي هدف جميل بيبدا من عند علي معلول، بكروساته باوفراته بشوطاته بركنياته، هو علي معلول. فانا موافق وابصم بالعشره على تجديد علي معلول مع النادي الاهلي. فانت بتتكلم ان علي معلول وعمرو السوليه ان هم يجددوا، بتتكلم ان عبد القادر وصلاح محسن ماشيين من النادي الاهلي، بتتكلم ان كولر عاوز مهاجم جديد وعاوز استمرار موديس. ده الملخص بتاع اجتماع النادي الاهلي او اجتماع كابتن خطيب ولجنه التخطيط مع كولر، ده الملخص. يعني ده كده الملخص اللي حصل في اجتماع النادي الاهلي النهارده في مع كولر والليله دي كلها يا برنس. عاوز رايك بقى في التعليقات ماشي، مسج بس اللايك كده بتاعك، رايك كده في التعليقات. هل النادي الاهلي محتاج مهاجم؟ دي انا موافق عليها ماشي. هل انت مع استمرار موديست مع النادي الاهلي؟ رايك برضو في التعليقات. هل انت برضو مع اعاره عبد القادر وصلاح محسن؟ برضو عاوز رايك في التعليقات. هل انت مع تجديد علي معلول والسوليه؟ برضو عاوز رايك في التعليقات. يعني الملخص كله لو انت وصلت لغايه نهايه الحلقه دي انزل في التعليقات قول اه كده انا فهمت انك وصلت لغايه الحلقه، وفهمت انك موافق على
التجديد وعلى كل القصه ديت كلها يا برنس. ما تنساش بس اللايك بتاعك كده واشتراكك في القناه وتصلي على سيدنا محمد، عاوزين نوصل ل 40,000. يعني شكرا بجد لاخواتي وحبايبي للفتره اللي فاتت ديت، يعني ابتدينا عاوزين نزق كمان القناه شويه، تبدا القناه تشتغل شويه كده باذن الله. فما تنساش اللايك بتاعك واشتراك في القناه وانت لسه يعني ما اشتركتش، وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد وكل الكلام الجميل زيك كده يا برنس. صلي على سيدنا محمد، ما تنساش انك تصلي، اهم حاجه صلي على سيدنا محمد، وسلام.